السلام عليكم، عواش مبروكة ورمضان كريم. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات أسئلة دينية مع لابو بالمي. السؤال حلقة اليوم، ما هي أسماء التي أطلقت على القرآن الكريم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عواش مبروكة. الله يبارك فيك. رمضان كريم. مرحبا سيدي، بارك الله فيك. تفضل. شكرا لك. كدا أستاذ ديانا؟ بخير الحمد لله. عواش مبروكة. أين وعليكم مولاي. السؤال كيقول، ما هي أسماء التي أطلقت على القرآن الكريم؟ أسماء التي أطلقت على القرآن الكريم. أسماء كلها مزيانة الحمد لله. ما دهش ما والو. ولكن إحنا ما عارفينش، ولكن إنسان مشاركة مزيانة هذا هو المهم. القرآن كله زين، كله إنسان مزيانة. لكن الكتاب. الحمد لله. والفرقان. واللي بغينا حنايا. شحال كاينين؟ فيها ثلاثة هي. ثلاثة. هذا هو الأنسي الإنسان، المهم هو المشاركة الإنسان، ما عارفش ولكن المشاركة. مهم كاين الكتاب والفرقان كاينين. خاب من 16. مرحبا سيدي. مرحبا. هذه احسن حاجه، ولكن نحاول هذا الذكر الانسان تيعرف بزاف الحوايج في هذا الوقت هذا. برافو عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، برافو عليك. مع رمضان تبارك الله موجه في الطريق ان شاء الله مبارك. المهم هي المشاركه مع القناه ديالنا لابو بالمي. كنشكركم عاد من هذا المنبر على الجهود اللي كتقوم فيها وهاد القناه ديالكم. شنو غتقول للمتتبعين ديالنا في هذا الشهر الكريم المبارك؟ اخويا الشهر مبارك ديال رمضان. من هذا المنبر كنقولوا للناس كاملين مرحبا بكم في هذا رمضان. رمضان مبارك سعيد، والله يدخل علينا بالصحه والسلامه ولجميع امه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويرفع علينا الوباء وترجع الحياه لمجراها الطبيعيه. ونتمنى ان شاء الله انه يكون هذا العام يكون رمضان مبارك علينا كاملين ان شاء الله. كنشكرك، كنشكرك بزاف، شكرا لك. غنعطيو واحد الهديه بسيطه، واحد البوش كلي فيه رمضان باش يبقى عندك سوفونير ديال رمضان ومن العد لابو بالمي. الجمهور ديالنا الكريم، كنشكركم كاملين المتتبعين ديالنا. في الحلقه المقبله ان شاء الله دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.